الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، أيها المتابعون جميعا، متابعي قناة دبي ريسينج وقناة ياس الرياضية وجميع القنوات الناقلة لهذا الحدث الرياضي الكبير، أحييكم مع هذه الانطلاقات التراثية الصباحية الجميلة مع سن الثنايا. تعلن قبل لحظات انطلاقة شوطنا الرابع، وهو شوط خاص بالثنايا الجعدان المهجنات الأصايل وشعارات أبناء القبائل الحاضرة. مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع المثير نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، ننطلق بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، وأرى هناك اللي تقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع المتميز. ناتي مع المقدمة، الكل مع صدارة هذا الشوط، المحمد بن عتيج بن علي الكتبي من يتقدم بهذا الاندفاع منذ البداية، وهذا التقدم الواضح والباين بصدارة هذا الشوط. العاصوف مع المركز الثاني، عبد الله بالطير بن سهيل العامري يتقدم تقدم واضح وباين على مستوى المركز الثاني، بينما اذا انطلقنا مع المركز الثالث يصل يتقدم الرمح حمد بضبي بن علي العامري، ياتي على مستوى المركز الثالث. رابع الانطلاقات، رابع التحديات، عتيم بالشعار حمدان بن احمد بن سعيد بن منانه، ومع المركز الخامس يصل يتقدم مزاحم في هذه اللحظات مبارك بن سلطان الرفيس الكتبي، ومن الجانب الاخر على مستوى المركز السادس التحديات للواعي السهيل بن سالم بن يطبع العامري، بينما اذا انطلقنا مع المركز السابع، مع المركز السابع تحدياتي نشوان محمد بن احمد بن هويمن العامري، متابع ايضا هذا الانطلاق على مستوى المركز السابع، بينما اذا انطلقنا مع المركز الثامن من الجانب الاخر. أرى التسلل في هذه اللحظات والقدوم مع شيبان لحمد بن محمد بن فهيد العجمي، وتاسع الانطلاقات، تاسع التحديات، يصل الشبابي أحمد بن سعيد بن حارب بن عجيد الكتبي، بينما إذا انطلقنا مع المركز العاشر، وصول في هذه اللحظات بالشعار سالم بن محمد بن ضبيعة الكتبي، يقدم ناصي، يقدم ناصي مع المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى، النتيجة المبدئية في مضمار، وأيضا تحديات الثمانية كيلومترات. أرى هناك أيضا أسامي وشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة، نترقبها في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية مع تحديات هذا الشوط وأول أشواط الجعدان المهجنات الأصالة. نعود مع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرى هني التغيير، أرى التغيير، التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط، والعاصوف اللي قاد المجموعة، العاصوف اللي انطلق بناموس هذا الشوط، عبد الله بالطير بن سهيل العامري ياتي بتحديات العاصوف وهو يتقدم، ينطلق بناموس هذا الشوط. غادرنا حزام الغابات الأول، أي بدينا نغترب من لوحة الخمسة كيلومترات المتبقية من عمر هذا الشوط، يلي مع المركز الثاني من الجانب الآخر الكول بشعار محمد بن عتيج بن علي الكتبي، نتابع المركز الثالث، نتابع الرمح مع المركز الثالث حمد بن ضبي بن علي العامري، ياتي على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع شعار حمد بن محمد بن فهيد العجمي، ياتي أيضا رابعا مقدما لهذا الاسهم، ومع المركز الخامس، مع المركز الخامس وصول تقدم تسلل في هذه اللحظات مع عتيم بشعار حمدان بن احمد بن سعيد بن منانه، من يتابع عتيم مع المركز الخامس. المركز السادس يصل يتقدم، ينطلق ناصي سالم بن محمد بن ضبيع الكتبي، وعلى مستوى المركز السابع من الجانب الاخر تحديات مزاحم مبارك بن سلطان بن مبارك
مبارك الرفيسة يقدم مزاحم على مستوى المركز السابع. ثامن التحديات يصل الشبابي بشعار أحمد بن سعيد بن حارب العجيد الاجتبي، ومع المركز التاسع أرى التقدم في هذه اللحظات والأسامي اللي بدأت تتسلل مع المراكز المتقدمة. والم 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 من يصل مع المركز الثامن، سعيد بن صويح بن سالم بن علوبة العامرياتي بتحديات والم مع المركز الثامن. تاسع الانطلاقات، تاسع التحديات، شعار أيضا سالم بن محمد بن ضبيعة الكتبياتي بتقدم ناصي مع على مستوى المركز التاسع. وعاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام، القدوم في هذه اللحظات من نشوان لمحمد بن احمد بن هويم للعامري. هذه النتيجه للعشر المراكز المتقدمه للمره الثانيه في هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير مع تحديات سن الثنايا. في تحديات ايضا وانطلاقات مسافه 8 كيلو مترات والرقصي مع الكبار في هذا التحدي في هذا الانطلاق المثير. نعود مع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرى هناك اللي يقود المجموعة ولكن ارصد للتسلل بضبيب بن علي العامري. يقدم الرمح اللي انطلق بناموس هذا الشوط وقاد المجموعة. الرمح بدأ يشق طريقه إلى الانتصار والتحديات مع هذا الانطلاق الواضح والباين. يليه العاصوم مع المركز الثاني، عبد الله بن طير بن سهيل العامري يقدم العاصوف مع المركز الثاني. ثالث المراكز وصل شيبان بشعار حمد بن محمد بن فهيد العجمي ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع يصل يتقدم عتيم حمدان بن احمد بن سعيد بن منانة، ومن الجانب الاخر مع المركز الخامس ناصي سالم بن محمد بن ضبيعة. نتابع المركز السادس، نتابع رزام خليفة بن راشد بن حميد المهيري يصل بدوره مع المركز السادس. سابع التحديات الشبابي أحمد بن سعيد بن حارب بن عجيد الكتبي. نتابع المركز الثامن والغمران يصل في هذه اللحظات بأول ندى يتقدم مع المركز الثامن. السويد بن مسيح بن قران المنصوري يصل مع الغمران بهذا الشعار القادم من الظفرة. السويد بن مسيعد بن قران المنصوري يصل بدوره مع المركز الثامن. تاسع الانطلاقات الحريفي محمد بن سلطان بن محمد العرياني. عاشرا من الجانب الاخر شعار بن هويمن مع المركز العاشر. يقدم هذا الاسم وهذا الانطلاق الواضح والباين ايضا مع هذه التحديات الجميلة والرائعة. ولكن بنعود مع الصدارة والبداية ومقدمة هذا الشوط والرمح اللي ينطلق بناموس هذا الشوط بمتابعة حمد بن ضبيب بن علي العامري القادم من الظفرة بهذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة والرائعة. ولكن أرى هني أيضا نتابع العاصوف عبد الله بن طير بن سهيل العامري بقمة التحدي والإثارة منذ البداية. شايبان ياتي مع المركز الثالث، حمد بن محمد بن فهيد العجمي. وصلت الأسامي، بدأت الأسامي تقترب من بعضها البعض مع الاتجاه السليم والصحيح إلى خط النهاية. رابع الانطلاقات رزام خليفة بن راشد بن حميد المهيري. ولكن اللي وصل اللي بدأ يشق الصفوف إلى الانتصارات والتحديات الشبابي أحمد بن سعيد بن حارب العجيد الكتبي. والتقدم لرزام أيضا ما شاء الله بدأت الأسامي تقترب من بعضها البعض. ومع المركز السادس الغمران بشعار سويد بن مسيعد بن قران المنصوري، شعار حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة. من الجانب الآخر يصل أيضا ناصي سالم بن محمد بن ضبيع الكتبي. ومع المركز الثامن ارصد للفارس لعامر بن علي بن سالم الهاشمي ياتي على مستوى المركز الثامن. تاسع الانطلاقات الشامخ ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. عاشرا مشاهدينا
علينا متابعينا الكرام نتابع الاسم القادم الحريثي ومحمد بن سلطان بن محمد العرياني يقدم الحريثي مع هذا الانطلاق مع هذا الاندفاع المثير والاتجاه الى خط النهاية وارهني الرمح يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط وهذه التحديات وهذه الانطلاقات الصباحية مع سن الثنايا الرمح هو الاقرب حمد بن ظبي بن عامري ينطلق بناموس هذا الشوط ليهدي السلامات لاهالي الظفرة ولكن ارصد للاسامي القادمة والشبابي مع المركز الثاني احمد بن سعيد بن حارب بن عجيد الاكتبي يصل مع المركز الثالث رزام خليفه بن راشد بن حميد المهري التحديات مع الغمران السويد بن مساعد بن قران المنصوري والشبابي بدا يتسلل بدا يتقدم التحديات الحاضرة الشبابي والرمح ولكن الصدري الشبابي مع القرية التراثية بدأ ينطلق بناموس هذا الشوط أحمد بن سعيد بن حارب بن عجيد الاكتبي هو الأقرب لناموس هذا الشوط سلام الشبابي سلالة أسد الميادين يتقدم ينطلق بناموس هذا الشوط سلام للشبابي سلام تهانينا لأحمد بن سعيد بن حارب العجيد الاكتبي المركز الثاني حمد بن ضيب العامري المركز الثالث الغمران السويد بن مساعد بن قران المنصوري المركز الرابع جار الزام خليفة بن راشد بن حميد المهري المركز الخامس يصل أيضا شعار حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة مع تيم مع المركز الخامس هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الخمسة المتقدمة لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية مع الشبابي 12 دقيقة 34 ثانية بالوفاء والتمام تهانينا لأحمد بن سعيد بن حارب بن عجيد الاكتبي والتوقيت الأفضل والأجمل مع سلالة الشبابي سلالة أسد الميادين بينما اللي وصل مع المركز الثاني الرمح 12 دقيقة 34 ثانية وثمان أجزاء من الثانية تهانينا لحمد بن ظبي العامري اللي وصل مع المركز الثالث جاء أيضا الغمران للسويد بن مسيعد بن قران المنصوري ب 12 دقيقة 35 ثانية وسبع أجزاء من الثانية تهانينا والناموس للجميع